نعم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل. المسألة الأولى قوله إن الله كتب، اعلم أن كتابة الله تنقسم إلى قسمين: إلى كتابة قدرية كونية، وإلى قدرية شرعية دينية. فمن الكتابة الكونية قول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومنها قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذه الكتابة المذكورة في هذه النصوص هي الكتابة الكونية القدرية، ويقال فيها ما يقال في الإرادة الكونية أنها لا بد من وقوعها، فكل شيء كتبه الله كونا فلا بد أن يقع، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وأما القسم الثاني فهو الإرادة الأمرية الدينية الشرعية، كقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، أي كتابة شرعية. وقول الله عز وجل وقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي كتابة شرعية. فلو سألك سائل: أي الكتابتين تراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، أي كتابة؟ شرعية. الجواب هي الكتابة الشرعية الأمرية الدينية. المسألة الثانية قوله كتب الإحسان على كل شيء، هذا لفظ مطلق وعام، فيدخل فيه الإحسان بأنواعه الثلاثة: الإحسان إلى الله، والإحسان إلى النفس، والإحسان إلى الغير. فإن قلت: وما معنى الإحسان في حق الله؟ الجواب: الإحسان في حق الله قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان في حق الله عز وجل. فإن قلت: وما معنى الإحسان إلى النفس؟ الجواب: الإحسان إلى النفس معناه محاسبتها وحملها على طاعة الله وعلى ترك معصيته، ومجاهدتها على فعل الخيرات وترك المنكرات، والإحسان إليها بالتوسط في التعبدات، فيقتصد العبد فلا إفراط ولا تفريط. فإن قلت: وما معنى الإحسان إلى الغير؟ الجواب: معناه إرادة الخير لهم بالتخفيف عنهم، وبنفعهم بالمقدور عليه بالجاه والمال، وببذل الندى، وبكف الأذى، وبطلاقة الوجه، وغيرها مما يدخل في مسمى الإحسان. فإذا لا يفهم الإحسان المذكور في الحديث أنه إحسان إلى فرد دون فرد، أو إلى طائفة دون طائفة، لأنه لفظ عام ومطلق، والأصل بقاء المطلق والعموم على إطلاقهما وعمومهما، فلا يقيد المطلق ولا يخص العموم إلا بدليل. المسألة الثالثة يختلف حكم الإحسان في الشرع إلى قسمين، فهناك من الإحسان ما هو واجب وفريضة، وهناك من الإحسان ما هو فضل وندب. فتارة يكون الإحسان واجبا كالإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الأرحام والإحسان إلى الضعيف بقدر ما يحصل به البر والصلة ودفع الحاجة،
وأما الإحسان المندوب فكالصدقة، أعني صدقة التطوع، وكسقاية الماء، وإكرام الضيف فيما زاد على اليوم والليلة، والإحسان إلى الجار، ودلالة الضال، والسعي على اليتيم والأرملة والمسكين، وغير ذلك من وجوه البر. فالإحسان ليس له صورة واحدة. المسألة الرابعة: الإحسان شريعة مأمور بها في كل حال، وهذه قاعدة عظيمة، فأكثر العبادات تجد أن الشارع نهى عنها في وقت دون وقت، حتى الصلاة فإنه منهي عنها زمن الحيض، ومنهي عن نفلها المطلق في أوقات النهي، وحتى الصوم تجد أنه منهي عنه في يوم العيدين وفي أيام التشريق. وأما الإحسان فإنه الشريعة المأمور بها شرعا في كل حال، ففي كل مكان يطلب فيه الإحسان، وفي كل زمان يطلب فيه الإحسان. ومن المسائل قاعدة: الإحسان في كل شيء بحسبه. ما أجمل هذه القاعدة! الإحسان في كل شيء بحسبه، بمعنى أنك لا تتصور أن الإحسان يقتضي الابتسامة مطلقا، قد يقتضي الشدة، ولا تتصور أن الإحسان يقتضي الحلم مطلقا، بل قد يقتضي أحيانا القسوة. فالإحسان ليس له صورة محددة، وإنما يكون في كل شيء بحسبه. ففي وقت الحلم يكون الإحسان مقتضاه الحلم، وفي وقت الغضب يكون الإحسان مقتضاه الغضب، وفي وقت الإمساك يكون الإحسان في الإمساك، وفي النفقة وفي وقت النفقة يكون الإحسان هو في النفقة. فإذا الإحسان في كل شيء بحسبه. ومن المسائل أيضا: كيف يكون الإحسان في باب القضاء والقدر؟ كيف يكون الإحسان في باب القضاء والقدر؟ الجواب: يكون الإحسان في هذا الباب بعدة أمور. الأمر الأول بالصبر على القضاء واحتساب الأجر وعدم التضجر أو التسخط، فليس من الإحسان شق الجيوب، وليس من الإحسان الدعوة بدعوة الجاهلية أو ضرب الخدود أو رفع الأصوات أو حلق الشعر أو غير ذلك من الأفعال التي تشعر بتسخط القلب على القضاء والقدر. بل ومن الإحسان في باب القضاء التسلي بالأوراد الشرعية الواردة فيه عند نزول المصائب، كقولك إنا لله وإنا إليه راجعون، وقولك اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وقولك قدر الله وما شاء فعل. فكل ذلك من باب الإحسان في القضاء والقدر. ومنه أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهكذا. فإن قيل لك: وكيف يكون الإحسان في الطاعات؟ كيف يكون الإحسان في الطاعات؟ الجواب: يكون الإحسان فيها بالمحافظة عليها وعدم الإخلال بشيء منها، ما دام في المقدور عدم الإخلال به، ويكون كذلك بإيقاعها على مبدأ الإخلاص والمتابعة. فإذا فعل العبد ذلك فقد أحسن في الطاعة. فإن قيل لك: وكيف يكون الإحسان في المنهيات؟ الجواب: يكون بتركها ومجانبتها وعدم اقترافها، وعدم اقترافها. فإن قيل لك: وكيف يكون الإحسان إلى الدواب؟ الجواب:
لقد دلت الأدلة على جمل من صور الإحسان إلى الدابة، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء، فمن ذلك عدم الإثقال عليها في الحمل، فلا تحملها من الأثقال والمتاع ما لا تطيقه، فإن لها نفسا تعتل وتفتر. ومن الإحسان إليها الإمهال عليها في السير في أرض الخصب حتى تتمكن من أن تأكل من رزق الله عز وجل، والإسراع عليها في أرض الجذب. ومن الإحسان إليها عند حبسها أن توفر لها الطعام والشراب، فإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويدخل في ذلك الإحسان عند قتلها، فتختار في ذبحها أحسن الطرائق التي يحصل بها إزهاق الروح بلا كبير كلفة. فعليك عند إرادة قتلها ألا تقتلها والأخرى تنظر، وعليك أن تحد شفرتك وأن تضجعها وأن تسرع في تحريكها، أي في تحريك الشفرة لعموم قوله فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ومن المسائل أيضا، إن قيل لك ما حكم المماثلة في القصاص، هل المماثلة في القصاص تتنافى مع الإحسان؟ الجواب: المتقرر في القواعد أن من عاقب بشيء، أن من عوقب بشيء فليعاقب بمثل، فله العقاب بمثله، أن من عوقب بشيء فله العقاب بمثله، لقول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ويقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالقول الصحيح أن المماثلة في القصاص جائزة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك كذا؟ فلان فلان، حتى سموا اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وفي الصحيحين من حديث أنس أن قوما من عكل أو عرينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فسملت أعينهم، أي خرقت بالمسامير المحمات، سملت أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. فدل ذلك على أن المماثلة في القصاص إذا قام مقتضاها لا تتنافى مع الإحسان المأمور به شرعا. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما حكم المثلة بالميت بعد قتله، فرقوا بين المماثلة والمثلة. المثلة كأن يقطع أنف الميت أو يده أو أصابعه، أو أن يبقر بطنه وتستخرج كبده ومعدته ونحو ذلك مما يفعله الخوارج بقتلاهم أو الرافضة بقتلاهم. الجواب: الأصل في المثلة التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، والأصل في النهي التحريم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، وقد ورد وعيد شديد لمن مثل، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده
الرجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مثل بذي روح، من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. وإن أعف الناس في هذا الباب أهل الإيمان باطلا وظاهرا، فإنهم يقتلون ولا يعذبون ولا يمثلون في القتل، فأهل الإيمان هم أرحم الناس بخلق الله. أما الكفار والخوارج وأهل البدع فإنهم من أغلظ الناس وأشدهم قسوة على قتلاهم، على قتلاهم. ولا تزال تطالعنا وسائل الإعلام بصور تقشعر منها الأجزاء الأجساد وتتقزز منها النفوس، وإنك لتسأل: أوالذي فعل ذلك إنسان؟ فضلا عن كونه مسلم. ومن المسائل أيضا، فإذا دل ذلك على أن المثلة تتنافى مع الإحسان والمماثلة لا تتنافى مع الإحسان. ومن المسائل: إن قلت: ما حكم التحريق بالنار؟ الجواب: المتقرر عند العلماء حرمة تحريق ذي الروح بالنار، لأنه يتنافى مع إحسان قتلته. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجالا فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج، قال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. فدل ذلك على أن التحريق بالنار يتنافى مع الإحسان المأمور به شرعا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لا تعذبوا بعذاب الله. ولهذا أنكر ابن عباس على علي بن أبي طالب لما حرق المرتدين، فلا يجوز التحريق بالنار مطلقا، سواء أكان المقتول مسلما وهو أنكى وأعظم، أو كافرا مهما بلغ في الكفر منتهاه وحده. ومن المسائل أيضا، يدخل في ذلك تحريق الهوام بالصعق الكهربائي، فالأصل فيه المنع إلا إذا لم يندفع ضررهن إلا بذلك، لأن المتقرر في القواعد أن المؤذي طبعا يقتل شرعا. ولذلك نهت أم الدرداء رضي الله عنها عن تحريق البرغوث، وقال الإمام أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي، لا يشوى السمك في النار وهو حي. فإذا قتل هذه الحشرات، إذا وجدنا لقتلها طريقة حسنة فالإحسان في قتلها مطلوب ورحمتها مطلوبة، وإذا لم نجد طريقة لقتلها إلا بالصعق الكهربائي فلا حرج علينا، لأن الضرورات تبيح المحظورات. ومن المسائل أيضا في هذا الحديث، ليس من الرفق بالحيوان ولا من رحمته تربيته في البيت إذا كان الشارع قد نهى عن اقتنائه كالحيوانات النجسة، فإنه لا يجوز للإنسان اقتناؤها بحجة رحمتها والرفق بها ورحمتها. وكالكلب إذا لم يتخذ للحراسة أو الماشية فإنه لا يجوز اقتناؤه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. وفي بعض الروايات: كل قيراط مثل أحد، يعني قيراط الثواب كجبل أحد وقيراط العقاب كجبل أحد، كل يوم ينقص من ميزان حسناتك هذا الأمر، إلا إذا أجاز الشارع منفعته، فكل كلب تجوز منفعته شرعا فلا بأس باقتنائه ككلب الصيد أو الحرث أو الماشية.
ومن المسائل أيضا من أعظم الإحسان أن تحسن إلى والديك بكافة صور الإحسان، من إنفاذ وعدهما وقضاء حوائجهما وخفض الجناح لهما وعدم عقوقهما والدعاء لهما وإكرامهما بالمال ونفعهما بالجاه وتوفير كل متطلباتهما، لا سيما في زمن كبرهما. ومن المسائل أيضا من أعظم أنواع الإحسان أن تحسن إلى زوجتك وإلى أولادك. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقد كان صلى الله عليه وسلم وهو من هو في كثرة أعماله وأعبائه النبوية والدعوية كان يخصف نعله بنفسه ويرقع ثوبه بنفسه ويقوم في خدمة أهله في بيته بنفسه، بربما مسح وغسل المني من ثوبه بيديه الشريفتين. فليس من الإحسان التسلط ورفع الصوت أو الإهانة والسب وجرح المشاعر لهذه المرأة الضعيفة، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وأعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. وفي صحيح في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. فأعظم أناس يحتاجون إلى برك وإحسانك وعطفك وحنانك ورحمتك ولين جانبك هم من يعيشون في خدمتك في بيتك، والله أعلم.